طب نبدأ نربط اهوت. تمام، تربط لحيتين الرقبين تبعك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معاكم السيد كشكوشة، أهلا بكم جميعا. الحلقة دي أنا عاملها مخصوص عشان بعض الناس طلبت مني تركيب الجدول العادي، بس يا ريت قبل ما أبدأ الشرح بناشد كل الناس اللي لسه مشاركتش معايا في القناة، يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك عشان يوصل لأكبر عدد مشاهدين. الجدول اللي معانا ديت جدول مسطرة بتاع العجلة العادية. بيتكون الجدون المسطرة من فرغة الجدون أو بيسموها ماسورة الجدون، دي أول حاجة معانا. رقبية الجدون في منها نوعين، في منها بمسمار وفي منها بمسمار لانكي. تمام، اتنين مقبض فرامل، واحد يمين واحد شمال، واحد اليمين الفرامل الأمامية حسب ما أنت بتحب، مش شرط يعني، دي فرامل أمامية وفرامل خلفية. اتنين قرون، اتنين قرن بيركبوا على الجدوم بيدوله منظر جميل وتعتبر من ضمن اكسسوارات الدراجات. واتنين مقبض جلد هنركبه مع بعض، وبعد ما نقفله مع بعض هنركبه في العجلة وتشوفوا ازاي بيركب بطريقة صحيحة وسليمة. اول حاجة معانا بنجيب الفرغة اهيت. تمام، وبنبدأ نركبها من هنا، كل تركيب واحد. خلي بالك بقى الفرغة دي فيها ميل، تفهمني يعني فيها قوس كده ناحيتي. تمام، فالقوس ده بيبقى كده، يعني انت ما تعملهاش كده، بتبقى مظبوطة كده زي ما انت شايف اهو. تمام، وندخل الرقبية، وفي النص المنتصب هتلاقي فيه مشرشر، خليك في نص المشرشر بالظبط، لا تعلى ولا توط. وجيب المفتاح اللانكيه اول حاجة اهوت، على من حضراتكم اهو تصوير اهو. نبدأ نربط اهوت. تمام، تربط لحيتين الرقبية تبعك جامد خالص. طبعا انا بركب تركيب أرضي عشان الناس تشوف التركيب الصح اهو كده. مفتاحنا ربطنا مفتاح الرنكي اهوت، تربيط جامد. وبقت الجدوم مع الرقبية، شايفين الحنائق اللي ده الحنائق الداخلي ناحيتي أنا، ناحية الداخلي. بعد كده بركب اللي هي تعتبر قرون الفرامل، القرون بتاعت الاكسسوار، في واحدة يمين وواحدة شمال زي ما انت بتحب. تمام، في حاجة بقى نقول لحضرتكم، في ممكن تركبها على طرف العجلة كده بالشكل ده. تمام، ده شكل ممكن تركبها كده او تركبها من الداخل بالشكل ده. تمام، زي ما انت ما تحب. طبعا احنا هنركبها بالشكل الخارجي، يعني بالشكل الخارجي لازم الاول نركب دراعة الفرامل الأول. هنركب أول حاجة معانا بعد الرقبية اللي هي دراعة الفرامل، دراع اليمين ودراع الشمال. طبعا المسمار ده بيبقى تحت عشان يبقى منظر جدوم من فوق شكله حلو زي ما أنا بركب كده اهوت. تمام، أهو كده ركبنا أول دراع. نركب مقبض الجلد بعد منه اهوت. تمام، الجدوم بقى لازم يكون مظبوط كده. انا سايب الحتة ديت عشان هركب فيها القرن بتاع العجلة، واربط هنا بمفتاح 10 اهوت، ابيبه 10. تمام، الشرح عملي وشرح واضح ومفيش اي حاجة خالص. انا بشكر كل الناس اللي متابعاني من الدول العربية، بشكرهم شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس اللي لسه بتشوف الفيديوهات ومشتركتش معايا، يا ريت تشترك. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيره وحاجات حلوه كتيره جدا 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 ان شاء الله. وبعد كده هنركب الارض زي ما انتم شايفين اهوت. تمام اهوت، هفك المسمار ده شويه اهو. تمام كده زي ما انتم شايفين، شايفين التركيب، شايفين الحلاوه، شايفين الجمال. بعد كده هنربط مفتاح 13 اهوت. تمام، برضو هنيجي في الجهة التانية، نربط أول حاجة مقبض الفرامل ندخله. تمام، وكده مقبض الجلد نفس الطريقة بتاعت اللي هناك، تبقى نفس الطريقة اللي هنا اهوت.
اهوت، هنربط بالمفتاح البيبة، تمام اهوت بره. هنبدأ نركبه في العجلة اهو، شايفين الشكل بتاعه بعد ما خلص اهوت، شكله جميل جدا. وهنبدأ في الماسورة بتاعة الجدون اللي هي ديت، ونبدأ نركب الماسورة بتاعة الجدون زي ما انتم شايفين اهوت، هتبدأ تظبط تمام. وهنبدأ نربط الماسورة بتاعتنا، اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اهوت. طبعا يبقى معاك مفتاح 13 وتبدأ تربط بيه تمام. هتظبط الجدوم مع الطارة الأمامية، وتبدأ تحرق تحريقة جامدة تمام زي ما انت شايف كده. كده معانا طبر الجدون اتربط وشكله جميل جدا زي ما انت شايف. فاضل حاجة واحدة بس، اللي هي طبعا انتوا عارفينها، اللي هي الجراد بتاع الفرامل. هنركبه برضو، هنشبطه من هنا أول واحد، ونشبطه في الفرامل بتاعته من تحت. طبعا أنا عامل فيديوهات تانية بشرح فيها تركيب الإجربة بتاعة الفرامل، فياريت تتابعوني على القناة هتشوفوها برضو راكبة عندكم. أنا منزلها تمام اهوت، والجراب التاني اهوت. عشان وقت الفيديو بس، وكده ان شاء الله خلصنا العجلة بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.